بص مين يا عم ده؟ مرسي ده كان فاشل، كان لازم يرحل. كان لازم يرحل لأنه أول رئيس مدني منتخب. كان لازم يرحل لأنه أول رئيس قرر يطور قناة السويس. كان لازم يرحل لأنه أول رئيس عربي عالم. كان لازم يرحل لأنه كان عايزنا نمتلك غذائنا ودواءنا وسلاحنا. اوعوا الثورة تتسرق منكم بأي حجة. الحجج كتير والسحرة كتير والتحدي كبير، وانتوا قادرين تواجهوا هذا. كان لازم يرحل لأنه كان ساكن في شقة إيجار وأهله كانوا بيسافروا على حسابهم. كان لازم يرحل لأنه كان بيصلي الفجر وكان يعرف ربنا. كان لازم يرحل لأنه مرتبه كان ثابت ومعروف واتبرع بيه مصر. كان لازم يرحل لأنه ما كانش فيه مسجون سياسي في عهده. كان لازم يرحل لأنه رفض يعلق صوره في المؤسسات الحكومية. كان لازم يرحل لأنه كان بشر مش إله. ليس المهم الشخص ولكن الأهم هو الوطن. ليس المهم بعض الناس لكن الأهم هو الوطن، هو مصر، هو مستقبل أبنائنا، هو مستقبل بناتنا، هو مستقبل صناعتنا. اعلموا أن الأمور تجري بمقادير، وأن الله غالب على أمره، وأن الله لا يريد لنا ولكم، لا يريد الله ولن يريد لهذا الوطن وأهله إلا الخير. هذا أملنا وهذا يقيني في الله. كان لازم يرحل لأنه فتح المعبر لأهلنا في غزة ووقف وش اليهود. كان لازم يرحل لأنه دخل قواتنا المسلحة سينا. إن آبائهم وأجدادهم كانوا رجال لا يقبلون الضيم ولا ينزلون أبدا، يعطون الدنية أبدا من وطنهم أو شرعيتهم أو دينهم.